السلام عليكم ورحمه الله اخواني الكرام. في هذا الفيديو هذا غادي نشوف معكم طريقه الغاء الاعلانات اللي كدار في بعض التطبيقات ديال الهواتف الشاومي. اهم التطبيقات اللي كيطلعوا فيها الاعلانات هما مدير الملفات والتيمات الموسيقى والمنظف. فالطريقه سهله وبسيطه جدا. كل ما عليك هو الذهاب الى التطبيق ثم الضغط على كيف ما كتلاحظوا مع الاشارات اللي عندنا هنايا اولا التوصيات. غادي نمشيو لهاد الخانه هنا غادي نديو نقلبوا على الاعدادات ثم غادي نمشيو للحول. هنايا غنلغيو هذا الخيار هذا ديال التوصيات. نفس الشيء غادي نمشيو ونديروه في مشغل الموسيقى حتى هو. ها هما الاعلانات كيف ما كتشوفوا اخواني الكرام. غادي نلغيو الاعلان من هنا غادي نكليكيو على هذا الخيار هذا اللي كاين هنايا. غادي نمشيو للاعدادات وغادي نديرو الاعدادات المتقدمة. غادي نقلبو على اظهار الاعلانات غادي نلقاو مفعلة غادي نلغيو التفعيل ديالها. نفس الشيء كذلك اخواني الكرام في مركز التيمات حتى هو كيف ما كتشوفو هما الاعلانات كيطلعو لينا هنايا. غادي نلغيو هاد الاعلان هذا وغادي نمشيو للاعدادات ديال مركز التيمات وغادي نقلبو على اظهار الاعلانات. ها هي كيف ما كتشاهدوا معنا اظهار الاعلانات غادي نلغيو التفعيل ديالها حتى هي. ونفس الشيء في تطبيق الحمايه حتى هو غادي نمشيو تطبيق الحمايه غادي نضغطوا على هذا الزر ديال الاعدادات غادي نهبطوا نقلبوا على تلقي توصيات غادي نلغيو التفعيل ديالها. وهكذا اخواني الكرام غادي نكونوا تخلصنا من الاعلانات المزعجه في هواتف شاومي. نلتقي في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.